وإلى جولة على الفعاليات والأنشطة المحلية في مختلف المحافظات. انطلقت أعمال الجولة الدراسية الثانية الخاصة باللجان المعنية بحقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي في عمان بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين العراقي والأردني فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وهيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من مكتب خدمات المشاريع التابع للأمم المتحدة. تستمر الجولة لمدة 5 أيام. هدف هذا هاي الجولة هو تبادل الخبرات، راح يكون أيضا البرنامج يحتوي على عرض لتجربة العراق والتنسيق مع الجهات المختلفة لحماية حقوق الإنسان، وبالمقابل سيطلع الجانب العراقي على تجربة الأردن والمركز الوطني لحقوق الإنسان في التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات لحل مشاكل وقضايا حقوق الإنسان بشكل عام. انطلقت فعاليات ومبادرة توعوية في محافظة معان بهدف توعية وتثقيف أفراد المجتمع المحلي بخطورة آفة المخدرات والحد من انتشارها، وتبذل مؤسسات المجتمع المدني جهدا كبيرا في نشر الوعي والوقاية من خطورتها. تهدف هذه الندوات والأمسيات الثقافية إلى توعية الشباب وتعزيز أمنهم الفكري، وكذلك حرصا على عدم انخراطهم في الظواهر الاجتماعية التي تؤدي إلى دمار الشباب مثل آفة المخدرات والإدمان. الندوة اليوم استفدنا منها وكانت فقراتها جميلة، كانت تعرفنا عن مضار هذه الآفة وطرق الوقاية منها وكيف بتتغلغل في المجتمعات. انهار جزء من سقف عمارة سكنية في منطقة مجمع الأغوار الجديد في محافظة إربد عقب غزارة الأمطار في المدينة وتجمعها على سقف العمارة السكنية ذات البناء القديم، وتم التعامل مع عملية إخلاء السكان من قبل كوادر الدفاع المدني في المحافظة ومع الجهات المعنية لتوفير منازل بديلة أثناء ترميم وإصلاح الهدم. كنا قاعدين من السهر ما شفنا غير هالدار هاي اللي علينا، والمي فايضة تنكات اللي على الحيط كلها. وين بدنا نروح؟ والله ما إنا والي نروح عليه. المي بكاملها، كل المي اللي بالخزانات كلها فاتت دفعة واحدة علينا لجوه، وصلت حوالي نص متر المي، غرقنا بالمي جوه. اتصلنا بالدفاع المدني، بارك الله فيهم أجوا ما قصروا، لكن يعني قدموا الواجب اللي عليهم اللي بيقدروا عليه، وإحنا هيانا الحمد لله احنا برا، يعني مش عارفين شو اللي بدنا نسوي. تسلم مجلس الخدمات المشتركة في محافظة المفرق آلية جديدة للعمل في مكبات النفايات من الوكالة الألمانية للإنماء الدولي بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبكلفة مالية تبلغ 250,000 دينار. وبيّن رئيس مجلس الخدمات المشتركة أن المكب الموجود تبلغ مساحته 380 دونما ويستقبل أطنانا من النفايات يوميا، وستسهم هذه الآلية الجديدة في رفع كفاءة العمل وتحسينه. حقيقة بنعاني في يعني مكب الحصينيات من قدم الآليات الموجودة. هي آلية خاصة يعني متخصصة في عمل المكبات، وهذا المشروع طبعا قدم الكثير من المعدات والكثير من الآليات، وكذلك هنالك تدريب فني، وجزء من المشروع كذلك سيكون بناء خلية صحية هندسية في مكب الأكيدر لمساعدة المكب على تجاوز الأزمات واستيعاب كمية أكبر من النفايات.